علاش غنتسجل في الدي اكس ان وشنو غادي نستفد؟ انا عبد اللطيف قائد في شركه دي اكس ان. اول ميزه غادي نستفد منها هي انني غادي يكون عندي الكود ديال العضويه ديالي خاص بيا، السميه ديالي حتى انا في الشركه، وغادي نستفد من جميع مميزات اللي كتعطيها الشركه. واول ميزه في هذه المميزات اللي هي انني غادي نستفد من المنتوجات ديال الشركه كاملين بثمن ناقص، يعني عوض نشري بثمن غالي كنشري بثمن ناقص. مثلا سبيرولينا الا عندي عضويه غناخذها ب 202 درهم، ما عنديش عضويه غادي ناخذها ب 280 درهم. حاجه اخرى، راه العضويه فابور ما كنخلصوا عليها والو، فقط كنحتاجوا المعلومات الشخصيه ديالنا، وكيكون عندنا كود ديال العضويه مع الشركه، وغنتقدى به شحال ما بغيت وقت اللي بغيت، حتى واحد ما يفرض عليا شي حاجه. زائد انني كناخذ منتوجات موثوقه، منتوجات حقيقيه من الشركه ومن الفروع ديالها الرسميين، يعني ما بقيتش غادي ناخذ من الفيسبوك ولا غادي ناخذ من المحلات اللي ما عندهمش ترخيص من الشركه، وكنعرض الصحه ديالي والصحه ديال عائلتي ولا الصحه ديال الزبناء ديالي للخطر، لان بزاف ديال الناس كيديروا هذا الخطا الكبير انهم كيتقدوا رغم ان كيشوفوا واحد الثمن يعني ناقص على غير 20 درهم 15 درهم 10 درهم بعض الاحيان، كيقول لك اللهم 10 درهم ولا والو، لا، ولكن راه كنشوفوا الصحه ديالنا وكنشوفوا قيمه المنتوج، وكنشوفوا هذاك المنتوج اللي خديت من الفيسبوك ولا من عند ناس اخرين اللي باعوه ليا خارج الشركه واش حقيقي ولا لا. الميزه الاخرى في العضويه مع الشركه هي انني يمكن لي حتى انا يكون عندي فريق ديالي، نسجل معايا الناس من 200 دوله في العالم، عندي الحق فيهم حتى انا، ويتجمعوا لي النقاط ديالي والنقاط ديال الفريق ديالي، باش واحد النهار نكون حتى انا قائد على الفريق، يكون عندي صالير، يكون عندي رحلات، يكون عندي امتيازات كثيره اللي غادي نشرحها لكم ان شاء الله. اما بالنسبه للناس اللي باقي ما عندهمش عضويه وبغاو يتسجلوا وبغاو ينضموا لنا فابور يكونوا اعضاء، حتى هما ما بين 15 مليون عضو اللي كاينين في العالم، هي النمره ديال الواتساب ديالي كتبان لكم على الشاشه، تواصلوا معايا باش ندير لكم الكود ديال العضويه ديالكم فابور. واللي بغى يسجل راسو غادي تلقى واحد الرابط اسفل الفيديو، كليكي عليه عمر ديك المعلومات، وهانت عندك الكود ديالك في الشركه وليتي عضو في شركه دي اكس ان، الشركه العالميه، الشركه العملاقه، الشركه اللي كل شيء كيهضر عليها دابا، شركه اللي دايره ضجه كبيره لانها كاينه في اكثر من 200 دوله في العالم، ما كايناش شي شركه العالميه يعني بهذه الدرجه ديال دي اكس ان، وكاين بزاف ديال الامتيازات اخرى ان شاء الله اللي غادي نوريها لكم من مورا ما تسجلوا ويكون عندكم الكود ديال العضويه ديالكم.